وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر. دكتور أمين، بعد التحية، إلى أي مدى برأيك بيعكس هذا الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد سعي الدولة الدائم بجميع مؤسساتها نحو الارتقاء بالعنصر البشري؟ خلينا أقول لحضرتك أنه يمكن الملتقى ده في دورته الرابعة اللي هو في خلال سنتين. إحنا بدأ الملتقى في سبتمبر 2022، النهارده في الدوره الرابعه من الملتقى، بيؤكد على انه استراتيجيه الدوله الخاصه ببناء الاتحاد بيتم العمل عليها من كافه قطاعات الدوله المختلفه. حرص وزاره الداخليه على انه هذا الملتقى يتم بهذا الشكل، هذا التنظيم ودمج هذه العناصر داخل المنظومه المجتمعيه. يمكن التعبير اللي ذكره زميلي في انه الامن الاجتماعي والحرص على تطوير الامن الاجتماعي، وده دي نقطه مهمه. خليني كمان اشير لنقطه ثانيه، وهي نقطه انه عمليه بناء الانسان بتتم بمراحل مختلفه، والحديث عن الاستراتيجيه الوطنيه الخاصه بحقوق الانسان من خلال هذه الملتقيات ده تنفيذ ليها على ارض الواقع. هذه العناصر من الطلائع الشابه اللي تم يعني يتم الحرص على زيارتهم للمشروعات المختلفه وتعريفهم بما تم من انجاز داخل هذا الوطن خلال الفتره الماضيه، وترسيخ لقيم الولاء والانتماء لديهم. ده عمليه بناء انسان ممنهجه بشكل ممتاز جدا، بيورينا قد ايه انه وزاره الداخليه حرصها على تنفيذ القانون ايضا بتحرص معاه بالتوازي على بناء انسان سوي، بناء انسان لديه حاله من الوعي الحقيقي. دي نقطه مهمه ايضا في استراتيجيه حقوق الانسان. من كلام حضرتك دكتور امين عايز اتوقف بس عند نقطه مهمه جدا، انه الى جانب طبعا الدور المهم والاساسي لوزاره الداخليه في تامين الجبهه الداخليه، ولكن ايضا الى جانب بناء الانسان هناك اهتمام كبير للغايه بالجانب المجتمعي او التنميه المجتمعيه. عايز حضرتك برضو تكلمني على هذه النقطه تحديدا. يعني خليني اقول لحضرتك، يمكن في نقطه التنميه المجتمعيه وزاره الداخليه عندها مبادرة مهمة جدا بتقوم بيها، اللي هي مبادرة كلنا واحد، وده ليها دور مجتمعي وليها مردود كبير جدا. في خلال الفترة اللي فاتت هذه المبادرة استطاعت ان هي تخفف من عن المواطنين عبء الارتفاع المتزايد اللي احنا بنشوفه من الاسعار، وايضا تبقى حريصة بشكل كبير جدا على تقديم الدعم للمواطنين. خليني اقول لحضرتك انه القطاع المجتمعي داخل وزاره الداخليه والانسان يقوم بدور كبير جدا، سواء كان في يعني مساعده الغارمين، وده شفناها في المبادره المهمه جدا للغارمين اللي قامت بيها وزاره الداخليه ايضا من خلال القطاع المجتمعي. شفنا ده كمان انه الدعم الانساني للاسر اللي بيشتركوا في المساعدات اللي بتقدم ليها في المناسبات المختلفة، وده بنشوفه في بداية العام الدراسي، وبنشوفه في بداية رمضان وقبل الأعياد. مظبوط. نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا.